أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أتقدم لكم جزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا الحفل الذي يخصص لتنصيب السيدات والسادة رجال السلطة الذين تم تعيينهم بتراب هذه العمالة إثر الحركة الانتقالية التي عرفتها الإدارة الترابية مؤخرا، والهادفة لتحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية لوزارة الداخلية من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية عبر تبني رؤية شمولية ومندمجة في تقييم أداء ومؤهلات نساء ورجال السلطة عبر كافة التراب الوطني. حضرات السيدات والسادة، تأتي هذه الحركة في ظرف اقتصادية واجتماعية خاصة ناتجة بالأساس عن عوامل خارجية وكذا عن توالي سنوات الجفاف والتي أثرت سلبا وبشكل مباشر على العالم القروي، مما ساهم في تنامي دائرة الهجرة نحو المدن وما يصاحبها من انعكاسات سلبية على قطاع التعمير والاحتلال غير القانوني للمبنى العمومي، كما أن ندرة المياه أصبحت تشكل عاجزا حقيقيا يتطلب المزيد من الجدية واليقظة والحرص على القطع من كل أشكال سوء الحكمة والتدبير والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول الماء. وارتباط ابتداعية التغيير المناخي وظاهرة الارتفاع الحراري أصبح مشكل حرائق الغابات واحدة من أخطر الصعوبات التي باتت تشكل هاجسا حقيقيا يهدد حياة الأشخاص ويقضي سنويا على آلاف الهكتارات. ولا يخفي على أحد الدور المحوري الذي يناط برجال السلطة لمحاربة هذه الظواهر التي تحد من أهمية المكتسبات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتي تم تحقيقها بفضل عدد من البرامج والمبادرات الملكية. وفي هذا السياق أدعو السادة رجال السلطة الجدد إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والتعبئة في التعامل مع مختلف الظواهر الاجتماعية، خاصة البناء العشوائي باعتباره خط أحمر لا ينبغي التساهل معه بالنظر لعواقبه الوخيمة على المستوى الأمني والاجتماعي. ومما يزيد حساسية هذا الموضوع بالنسبة لمدينة طنجة والجماعات المجاورة لها أن أصبحت منطقة جد اقتصادي مهم تستقطب سنويا آلاف من اليد العاملة، وهو ما يولد ضغطا متزايدا على السكن والتعمير. كثيرا ما يشجع عدد من الوسطاء والمشبوهين على استغلال الفرص للجوء في البناء العشوائي، الشيء الذي يتعين على رجال السلطة الجدد التصدي له بكل حزم ومسؤولية واعتبار ذلك مسؤوليتهم المباشرة من الناحية القانونية. ويعتبر دور رجال السلطة محوريا في هذه المعادلة الصعبة بحكم ارتباط مهمته بمختلف تجليات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بهذه المناسبة يسعدني أن أرحب برجال السلطة الجدد الذي يعيون بهذه العمالة ويتعلق الأمر بالسادة السيد عبد الملك بن موسى والذي تم ترقيته كاتبا عاما ملحقا بعمالة طنجة أصيلا. والذي تم ترقيته كاتبا عاما رئيسا لقسم الشؤون الداخلية بعمالة طنجة أصيلا. السيد سعيد الواصل الذي تم تعيينه مديرا للحي الجامعي بطنجة. السيد هشام الصنيف والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية طنجة المدينة. السيد محمد وقاف والذي تم ترقيته وتعيينه رئيس للدائرة الحضرية بوخان. السيد حنان الرياحي والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية شرف هو. السيد محمد زريقة والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية شرف السوان. السيد زكريا الفطاحي والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضرية الجرالي في مكان.
السيد وسيم هاني البراني والذي تم تعيينه رئيسا للدائرة الحضارية مصر الخير بمجمع الحسن. السيدة حورية بن صيف والتي تم تعيينها باشا لمدينة أصيلة. السيد محمد سعيد تايدي الوردي والذي تم تعيينه قائدا للمحافظة الإدارية السابعة. السيد ياسير مشان والذي تم تعيينه قائد المحطة الإدارية السابعة مقررة. السيد المهدي الحوضي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة التاسعة مقررة. السيد نوفل فتحاوي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية العاشرة. السيد ياسير بالقايد والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية العاشرة مقررة. السيد هشام باتي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الحادية عشرة. السيد مراد الصنهاجي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الثانية والعشرون. السيد مولاي المهدي المكاوي العلوي والذي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الرابعة والعشرون. السيد عبد المجيد بن عربي تم تعيينه قائدا للملحقة الإدارية الثانية ببلشويت أكزناي. السيد يوسف المياني تم تعيينه قائدا للقيادة دار الشاوي بدائرة طنجة. وأخيرا السيد توفيق الباجة تم تعيينه قائدا للمحافظة الإدارية الأولى ببشاوية أصيل. وفقنا الله لما فيه الخير لبلادنا العزيزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله وأيده داعينا المولى عز وجل ان يحفظه ويقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملك الامير الجليل مولاي الحسن ويشد ازره بسموه صاحب السمو الملك الامير مولاي رشيد وسائر افراد اسره الملك الشريفه انه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.